الرئيس فؤاد السنيورة رأى أن لا مصلحة من محاولة اجتزاء كتاب التاريخ الذي يدرس لأجيال يجب أن يتعلموا من تجارب الماضي. يحاول البعض أن يقف بتاريخ لبنان إلى العام 2005. أنا أعتقد أن ذلك ليس أمرا حكيما، فبالتالي ما تم التوصل إليه في الماضي يجب الآن أن يصار إلى إقراره، وهو أمر توصل إليه الجميع. فليس من الفائدة أن نعود، لأنه بس تفتح المجال مرة ثانية هيفتح كل واحد لهذا الشأن. يجب أن ندرس تاريخنا اللبناني بوضوح وبصراحة وبدون أخذ مواقف مسبقة وما يسمى value judgment، أنه أنا مع هذا لا ضد هذا. تاريخ لبنان بدنا نعلمه لأولادنا، بدنا نكون صريحين وواضحين وبالتالي مخلصين معهم.